الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى وبعد. فهناك بعض الأيام أو المواسم أو المناسبات التي اعتاد الناس فيها الإقبال على الشراء، مع أن الصوم في الأصل هو أمر تعبدي قائم على الطاعة لا حاجة فيه من فضل الله، ولكن دون إسراف أو تبذير. غير أن الذي نركز عليه في حديثنا هذا هو أن بعض الناس يستغلون إقبال بعض الناس في مناسبات معينة على سلع معينة، فيخرجون ما كان كاسدا وما كان فاسدا أو أوشك على الفساد أو ما كان غير صالح أو ما كان رديئا، ويوهم الناس على أنه أحسن البضاعة وأفضلها. وهنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غش أمتي فليس منا. وفي صحيح مسلم في حديث صحيح: من غش فليس منا، بتقدير المفعول. من غش أي أحد، لا يجوز لك لا أن تغش المسلم ولا غير المسلم ولا الغني ولا الفقير. فالمسلم القويم لا يمكن أن يكون غشاشا، ويكفي أن يقال فلان غشاش. ولا سيما وعندما يقترن الغش بالأيمان الكاذبة، إذا كان مجرد الحلف، مجرد الحلف، كسرت الحلف، حتى لو كنت صادقا كسرت الحلف، مجرد كسرت الحلف تذهب البركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكسرت الحلف في البيع، فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة. فما بالك باليمين الكاذبة؟ وقد قالوا: ثلاثة تعجل لها العقوبة في الدنيا: الغد واليمين الكاذبة، ويسميها العلماء اليمين الخموس، لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. ورد المعتذر خائبة. قالوا أيضا: وعقوق الوالدين. الإسلام قائم على الأمانة والتسامح والرحمة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.